وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدره القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تطاول أحد القساوسة عليه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بكم. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن طعن أحد القساوسة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية، هذه الظاهرة وإن كانت قديمة، فبماذا تفسر زيادة وتيرتها هذه الأيام، وهذه المرة من أحد القساوسة بين قوسين العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت حضرتك أنه هذا الأسلوب قديم جديد، الأسلوب اللي هو دائما الاستهزاء أما بما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بشخصه الكريم، أو الاستهزاء بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذه الحملات تتكرر بين الفينة والأخرى لتنال من الإسلام هذا الدين العظيم عبر شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل تتكرر دائما في حال ضعف الأمة. ضعف الأمة ينعكس على صيحات هؤلاء هنا وهناك. حال الأمة المتردة الآن هو الذي جعل هؤلاء يتطاولون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني ليس فقط يعني ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد كفانا مؤونة هؤلاء، حيث قال تعالى: إن كفيناك المستهزئين. دين الله تبارك وتعالى يعني سيظهر وسينتشر شاء من شاء وأبى من أبى، والله تبارك وتعالى ناصر دينه. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة المهداة. وهؤلاء يعني أنا أرى من وجهة نظر يعني هؤلاء يرتكبون جريمة بحق الإنسانية، يعني هي ليست فقط نيل من رسول الله، وإنما جريمة بحق الإنسان، لأنه هذا النبي الكريم هو رحمة مهداة، قال: إنما أنا رحمة مهداة. جاء كما وصفه الإعرابي عندما قال له قائد الجيش الفرس يعني في معركة القادسية، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهؤلاء يرتكبون جريمة عندما يحاولون تشويه هذه الرحمة المهداة الذي جاء لإنقاذ هذه البشرية وجعلهم التشويه أحرارا. نعم، هذا التشويه دكتور ليس فيه عقلانية أو نقاشا علميا كما يقال، لكن هو يعكس أمراض نفسية يعني يعاني منها أصحاب هذا التوجه مع الأسف الشديد. وفي نفس الوقت التجرؤ على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام يعكس استهانة بمشاعر المسلمين والأمة العربية والإسلامية. بالتأكيد أخي الكريم، لأن هؤلاء يعني مجموعة نكرات، من هم؟ فهذا حتى يعرف يعني يبحث لنفسه مجدا أو شهرة أو كذا كذا، يحاول النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا أحد يعرفهم، فيحاولون إثارة الإعلام هنا وهناك. وفي ذلك الوقت يعني لو كانت هناك عقوبات رادعة لهؤلاء الذين يسيئون لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يسيئون للإسلام، لما تجرأ هذا ولا غيره على النيل من هذا. ولكن هذا حال الأمة مع شديد الأسف، يعني لو رأينا أي شخص ينال من هذا الحاكم أو ذاك لقلبت الدنيا ولم تقعد. ورأينا كثير من هذه الأمور حصلت في بلدان كثيرة، عندما ينال من الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الأمير الفلاني، لكن يعني مع شديد الأسف يعني نرى أن هناك يعني ضعف كبير في هذا المجال. نعم، بعض الدول والهيئات ولا سيما الغربية ترى أن كل شيء قابل للنقد دون مراعاة للمقدسات، ويرون أن السب والطعن حرية للتعبير من وجهة نظرهم، لكن في المقابل هناك مقدسات أخرى بالنسبة لهم لا يجوز الاقتراب منها، وهناك ما يشبه القوانين عالميا عند بعض الدول كمثلا معاداة السامية وغيرها من عدم السماح لأي أحد بانتقاد ما يتعلق بالجماعة أو الدين الفلاني. أما الإسلام ونبي الإسلام فمباح للجميع أن يطعنوا فيه بهذه الطريقة. ما هذا النوع من النفاق دكتور؟ هذا يعني ليس فقط نفاقا، وإنما هذا يعني يعطيك صورة واضحة على هناك ازدواجية في المعايير، وهذا لاحظناه على مستوى الدول كلها.
عندما ينال من الإسلام هذه حرية تعبير شخصية، لكن عندما ينال من فلان أو فلان كما وضحت قبل قليل حضرتك معاداة الإسلام وتوجد قوانين تجرم ذلك، نعم، ولكن لا تجرم من ينال من الإسلام والمسلمين. وهذا يعني كما أرى كما يقول المثل إذا كانت الحصى في يدي فالحق على لساني، هذا نتيجة ضعف وهوان الأمة هو اللي يسبب هذه الكوارث الكثيرة، بحيث ما يتجرؤون علينا ولا ونحن بطبيعتنا لا نستطيع أن ننال من أحد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المسلم ليس بسباب ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، أخلاقنا لا تسمح لنا بأن نرد بذات الأسلوب على من ينال منا أو ينال من الإسلام. لكن بكل يعني يجب أن تكون هناك أمور رادعة لهذه نعم. أشخاص تماماً. أو دول عبر تأديبها بمقاطعة اقتصادية أو يعني بطرق شتى توجد لكي نضع وقد أثبتت نعم الاستهتار. دكتور يحيى، أثبتت تلك الإجراءات فعاليتها في الحقيقة في لشم بعض الدول عن سياستها والإصرار في إيذاء المسلمين من خلال الطعن بنبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جرى مؤخرا من مقاطعة البضائع الفرنسية على سبيل المثال. يعني علينا كأمة إسلامية أن نتجاوز البيانات الشجب والاستنكار والإدانة التي لا يعني تسمن ولا تغني من جوع. هو أخي الكريم علينا أن نعمل بأطر محددة. الإطار الأول عدم الانجرار لردة فعل غير محسوبة وخارج إطار تقاليدنا وخارج إطار المنظومة الإسلامية، بمعنى أن لا نجعل من الذين يطعنون أنه نجعل هناك حربا أو ننجر إلى حرب فيما بيننا وبينهم. لا، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة. نحن دعوتنا بالحكمة والموعظة أولا. ثانيا، مثل ما ذكرنا قبل قليل، إيجاد سبل للردع، يعني مقاطعة اقتصادية وغيرها من الأساليب الأخرى. مسألة المعاملة بالمثل، يعني إبعاد هؤلاء عن الأراضي أو معاملتهم يعني كما يعاملون المسلمين في هذه الدول. المسألة الأخرى وضع حدود لهذه، يعني ليس فقط يعني مثال منع التسهيلات، منع كثير من الأمور. يعني نحن في أيدينا أسلحة قوية، نعم، ممكن استثمارها، والسلاح الشعبي سلاح قوي جدا. يعني إذا كانت عاجزة الحكومات فالهيئات والمجتمعات هي قادرة على أن تفعل هذا الأمر. نعم، أشكرك جزيلا مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي.